كيفكم؟ إن شاء الله بخير شباب. اليوم أورجيكم هجمتي بالحرب السابقة هجوم المناطيد. شباب رقم 9 شباب، هجوم الثاني طبعا. شباب تفرجوا، هذا الجيش 28 مطاطي بالخمسة، 3 تنانين ودعم من طاد وتنين ومالك ليفل 5، 2 شفاء 1 تسريع ودعم تسريع وقاتل دعم. شباب هوني كان عنده فتحة خاصة باي مطر. شباب شاهدوا الشباب نزلتوا تنين مباشر حتى يطلع دعمه. شباب مباشرة رجعتوا ذبيت وقاتلت الدعم. شباب ذبيت بقية التنانين وذبيت الدعم. شباب حتى ينقط التنين دعمه. شباب أقدر أنزل التنانين المناطيد عفوا. شباب سدبيت المناطيد، دبيت تسريع. جات بطلت هذا مناطيد شباب لأن راحوا على الكانون. شباب انتظرت بس دمرت الكانون، دبيتهم كلهم شباب مثل ما أنتم شايفين، ودبيت روحين حتى يدمر الأرض فين الشباب لأن هو أكثر شيء ذي مناطيد. شباب طبعا مثل ما انتم شايفين وظل مسحوق تسريع. شباب ذبيتونه حتى يدمرون برج الويزرد على السريع. شباب يعني كثير اذي بهم برج الويزرد. شباب هاك مثل ما انتم شايفين مساحة القرية. كان معاكم واي من قناة بلاك واي. شباب واتمنى يكون الفيديو حاز على اعجابكم، تضعون لايك وتعليق واشتراك شباب القناة. شكرا.